مشاهدين الكرام، متابعين في كل مكان، متابعي بوابة الوفد وقناة الوفد، معكم محمد جمعة من الإسماعيلية لقناة الوفد. بدأت الأهالي تتوافد الآن على الحدائق والمنتزهات استعدادا لشم النسيم. زي ما انتم شايفين، يمكن الأطفال بتلعب الكورة، وفي المناطق طبعا الخاصة بالمنتزهات والحدائق هنا في شارع محمد علي، وتحديدا في منتصف شارع محمد علي، أهم المناطق، حدائق نمرة 6. زي ما انتم شايفين الأطفال بدأت تتوافد على الحدائق، والأهالي استعدادا لغدا للاحتفال بعيد الربيع، عيد شم النسيم اللي كان في هذه المنطقة. بتقام طبعا الكرنفالات في هذا الشارع، شارع محمد علي، وتحديدا في أمام ديوان عام المحافظة القديم اللي كان بيستقبل الأهالي. نرصد لكم حالة الأطفال هنا وحالة الأهالي والكبار يلعبون ويستعدون لشم النسيم غدا.